ولإلقاء الضوء أكثر على قرار وزارة التعليم العالي في العراق فتح فروع للدراسات العليا في الجامعات الأهلية وأثر ذلك على المجتمع وسوق العمل، ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي محمود المسافر. أهلا بك دكتور محمود معنا. يعني بداية، بعد أن قررت وزارة التعليم العالي افتتاح قسم الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، يجدر السؤال هنا عن مدى استعداد الوزارة وكوادرها لتأهيل وتدريس فروع الدراسات العليا بالأساس. شكرا، بارك الله فيك وبارك الله في قناتكم الكريمة، وتحية لمشاهديكم وتحية لأبطال غزة ولشعبها البطل الصابر. الحقيقة يعني هو القرار ليس مفاجئا على الإطلاق، لأنني أتذكر جدا عندما أصبح علي الأديب وزيرا للتعليم العالي في العراق قال بشكل واضح لن يكون هناك مستقبل للجامعات الحكومية، وأن الجامعات الأهلية ستكون هي مستقبل التعليم العالي، بمعنى أن هذا القرار كان موضوع منذ بدء الاحتلال لتخريب الجامعات ولتخريب التعليم العالي في العراق. أعود لسؤالك وأقول أن الحقيقة حتى لو كانت هناك نية حقيقية لهذا الموضوع، فينبغي أن يتم توفير كل الأدوات والسبل اللازمة لإنجاح مثل هذا الموضوع والتي هي لا تتوفر اليوم. انظر مثلا إلى هيكل وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي هيكلها العلمي الرقابي فقير جدا، ودليلنا على ذلك ما يحدث في كل الاتجاهات القطاع التعليمي، منها طبعا حرية حركة الجامعات والكليات الخاصة في منح الشهادات وفي القبول، ويوميا لدينا فضيحة جديدة من فضائح منح الشهادات لأناس في السلطة أو أناس في الميليشيات. المستلزمات الحقيقة ليست متوفرة الآن. مثلا هناك دائرة واحدة اسمها دائرة التعليم الجامعي الأهلي في العراق، المسؤولة عن التعليم الجامعي ضمن هيكل وزارة التعليم، يقودها أستاذ مساعد، شخص ليس لديه خبرة في التعليم لمدة طويلة، لا يدرس في الجامعات الرصينة في الدراسات العليا وما إلى ذلك، فكيف يقود عملية التعليم الأهلي ومن ثم فتح أقسام للدراسات العليا؟ أنا أتذكر في تسعينيات القرن الماضي عندما حدث الحصار وبدأ العراق يفقد الكثير من الكفاءات التي كانت تغادر العراق بطرق مشروعة وغير مشروعة في ذلك الوقت، احتاجت الدولة أن تزيد من عدد حاملي الشهادات العليا من أجل تغطية الحاجة في ليس فقط في الجامعات، ومنما في الدوائر والوزارات الأخرى ومنها الصناعة والتصنيع العسكري. فأرادت الدولة وأعلى رأس الدولة طلب أن يكون هناك فتح جديد للدراسات العليا، توسع للدراسات العليا في الجامعات الحكومية وليست الأهلية. رفض وزير التعليم العالي هذا التوجه رفضا قاطعا، وقال في اجتماع رسمي مع قيادته ان لا استطيع ان اقوم بذلك لانه ليست لدي الوسائل. لذلك بدات الدوله بتوفير تلك الوسائل، ولا زلت اتذكر عندما رفع سن التقاعد للاستاذ الجامعي الى مدى الحياه، وبعض الاساتذه الذين درسونا ماتوا الله يرحمهم وهم يكتبون على السبوره على الوايت بورد. لذلك أنا أقول أن الدولة الآن في ظل سيء جدا، في ظل وضع سيء جدا، لا تستطيع أن توفر مستلزمات فتح أقسام جديدة للدراسات العليا، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنها لا تسيطر الآن لا على الشهادات القادمة من الخارج ولا على الشهادات الممنوحة أساسا من الجامعات الخاصة، في ظل سيطرة الميليشيات والأحزاب البوابات الاقتصادية للفاسدين على كثير من مقاليد التعليم الجامعي في العراق. نعم. دكتور محمود، لنتحدث بصورة أكثر وضوحا، يعني انطلاقا من تجربتكم ومتابعتكم ومن تقديراتكم الشخصية أيضا، يعني هل يملك العراق جهة رقابية معيارية لضبط وتقييم المناهج التي ستدرس والشهادات التي من الممكن أن تمنح في حال فعلا اعتمد هذا الشكل من أشكال التعليم؟
شوف أخي، هو بدءا يعني مهم أن نقول حتى لا نغالط الحقائق في تفضل. العالم، أنه كل ما يتقدم وضع الدولة، كل ما يتقدم وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كل ما تخطو خطوات كبيرة جدا في مجال التنمية، تصبح لكل الجهات و لكل جهات القطاع الخاص بكل الاتجاهات وبكل التخصصات أهمية أكبر. وبالتالي نعم، ستكون هناك أهمية أكبر للجامعات والكليات والمعاهد الخاصة، ولكن عندما تتوفر شروط كثيرة جدا. ولذلك نحن ما نرى أن العراق يتأخر منذ 20 عاما إلى اليوم. نعم على الأقل أن وزارة التعليم العالي في هيكلها لا تتوفر فيها جهات رقابية مهمة جدا. الجهة الرقابية أهم شيء فيها أنها مناطة لها بموجب الدستور الإمكانية الرقابية، وليس بموجب تعليمات وزارة التعليم نعم العالي أو كذا، وبالتالي هي تستطيع أن تسحب الرخص في أي لحظة، وهذا ما لا نشاهده الحقيقة في الجامعات الحكومية على الأقل، لأنه الجامعات الحكومية لا تراجعها جهة الآن رقابية في وزارة التعليم العالي وتستطيع أن تسحب منها هذا البرنامج أو ذاك. بينما نحن نعيش مثلا في الخارج ونرى ان هناك ما يسمى بالكواليتي اشورنس ايجنسيز، اللي هي الجهات الرقابيه الواضحه جدا في كل وزارات التعليم، منها نعم وزاره التعليم في الدول الاوروبيه، وزاره التعليم مثل بريطانيا، انا اعيش في ماليزيا، هذه الجهه الرقابيه تستطيع ان تسحب اي اعتراف من اي برنامج في اللحظة التي تعرف أن هذا البرنامج لا يمر بنفس السياقات التي نعم وضعتها قبل أن تمنحه الموافقة. هذا غير موجود في العراق، وبالتالي عندما تحدث أي مشكلة في أي برنامج، لن تكون هناك نعم جهة تستطيع أن تتخذ القرار دون الرجوع لا إلى وزير التعليم ولا إلى رئيس نعم الوزراء ولا إلى أي جهة أخرى. طيب دكتور محمود، بكل صراحة يعني بعد فضيحة الشهادات المزورة من لبنان وإيران، ومن المؤكد أنك تابعتها بشكل يعني متواصل، هل يمكن باعتقادكم الوثوق علميا في الشهادات التي تمنحها الجامعات الأهلية بالأساس؟ شوف أخي، هي المشكلة جدا معقدة. أولا إن ما يحدث يعني من عملية تزوير للشهادات، هو هذا يحدث مع المتنفذين. يعني نحن نرى كيف هي الصعوبات الكبيرة جدا التي يواجهها الطلاب العراقيون الذين يعودون من الخارج في موضوع المعادلات وما إلى ذلك، لكن هذا يحدث مع المتنفذين. هناك أقوال كثيرة جدا وأخبار تأتي عبر التواصل الاجتماعي وما غيرها، وهناك أدلة على أن هناك متنفذين من الخط الأول في الدولة العراقية متهمون بجلب شهادات من جامعات غير معترف فيها، ومنهم طبعا وزير التعليم العالي، نعم ومنهم رجال كبار في الدولة والقضاء وما إلى ذلك. وبالتالي عندما تكون الحالة كهذه، فالأولى أن يذهبوا إلى إيقاف هذا النزيف المستمر من خلال وجود جهات رقابية مهمة جدا لا تضع للمتنفذون في الدولة أي اعتبار. هذا لا يحدث، ولذلك نحن نرى أن هذه التجربة ستتكرر وبقوة جدا. خذ مثلا رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، هناك فضيحة كبيرة فجرتها عدد من الأحزاب والتي هي طبعا ضده ومن معارضته، عندما خرج من مقاليد الحكم، قالوا ان هذا الرجل اخذ الشهاده وهو رئيس للمخابرات ولم يحضر نهائيا الى الجامعه الخاصه نعم سين، وهذا متكرر الحقيقه ولن يتوقف ابدا نعم طالما ان الوضع في العراق يتعرض الى هذه الهجمه الكبيره من الفاسدين والاشرار. دكتور محمود، يعني وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي مثلا، هل أعد العدة جيدا قبل يعني أن يتخذ هذا القرار أو يطرح هذا الطرح ويعد به؟ يعني المعروف أنه في كل دول العالم يجري التنسيق بين وزارات الدولة أجهزتها التنفيذية، وأيضا يشرك المجتمع المدني بالفكرة قبل إقرارها لأخذ قرار مهم من الجميع في مثل هذا الموضوع. هل رصدتم مثل ذلك التنسيق قبل إعلان السيد العبودي مثلا هذا الموضوع أو هذا القرار فيما يتعلق بالتعليم العالي فيما يخص الجامعات الأهلية؟
لا هو طبعا يعني هذا الرجل اولا ليست لديه خبره، يعني شيئان مهمان الحقيقه، وهو ليس استهداف شخصي وانما هذا حقيقه. اولا هو ليس لديه علم، لانه الشهاده اللي ممنوحه له هي شهاده غير معترف فيها في وزاره التعليم العراقيه التي يقودها اليوم. اثنان ليست لديه خبره، هو لم يدرس في اي جامعه، الرجل كان يعمل ولا زال يعمل في الميليشيات، وهو خرج على الملأ على التلفزيون وقال اتصل بي رئيس الميليشيا فلان رئيسه طبعا وقال لي اصبحت وزيرا. هذه الحقيقه لا تبني المجتمعات ولا تبني التعليم العالي على الاطلاق. لذلك هو بالذات ليس لديه، نحن نفكر هل لديه مستشارين يقولون له ما يفعل. هناك ما يسمى بالمستشارين الاستراتيجيين الذين يدفع لهم بالدولار وياتي بهم من الخارج، ولكنهم الحقيقه يبدو انهم يضللونه لاسباب، اما لمصلحه ما او اي سبب اخر، او انه يفعل ذلك من راسه ودون الرجوع. ولذلك هو لم يعني في التصريح الذي صرح به الحقيقه كان تصريحا مقتضبا بائسا، عندما قال سنفتح في الجامعات الاهليه لانه نحن نحتاج شهادات عليا، لم يقل لنا من هو الذي يحتاج شهادات عليا، هل الجامعات تحتاج شهادات ام الوزارات الاخرى، ومن هي الوزاره وعلى اي اساس وما هي الاختصاصات. هو لم يقل اي شيء الحقيقه، هو يعني فجر قنبله يعني خطيره جدا في موضوع التعليم العالي وذهب ولم يقل. وهذا طبعا من اخطاء السياسيين المبتدئين، هو عليه ان يذهب ويجلس مع كبار رجال التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأهلية والحكومية ليعرف مدى إمكانية تطبيق ذلك قبل أن يتحدث مع الجمهور. وعندما يتحدث مع الجمهور يقول لهم بالتفاصيل حتى لا يتفاجأ الجمهور، لأنه هناك صدمة حقيقية في المجتمع، هناك أعداد كبيرة جدا من حمدة الشهادات العليا لم يتعينوا لحد الآن، وهؤلاء الذين لم يتعينوا ليست لديهم الرغبة في الذهاب إلى القطاع الخاص للتعيين، لأن القطاع الخاص لحد هذه اللحظة لا يستطيع أن يستوعب الأعداد الكبيرة من القادمين من الخارج والمتخرجين من الجامعات المحلية. ولذلك هو لم يعطينا التبرير من الذي طلب منه، لأنه هو لا يقرر لوحده، القرار يأتي من مجلس الوزراء، وهذا ومجلس الوزراء يرى ما هي احتياجات القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الأخرى. هو لم يقل كذلك، وكأن وزارة التعليم هي إمارة وهو أميرها، وهذا طبعا من أكبر الأخطاء التي يقوم بها السياسيون المبتدئون مع الأسف. من كوالالمبور كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر، شكرا جزيلا لك.